في محاولة لتسليط الضوء على المدينة التي عانت من ويلات الحرب وبعد طول انتظار، بمشاركة شبابية واسعة انطلق المؤتمر الأول من نوعه في محافظة نينوى، والذي يحاول من خلاله عرض عدد من القصص والتجارب الشبابية الناجحة لتكون دافعاً لأقرانهم لمواصلة العطاء. فائدة هذا التيدكس لتوجيه تسليط الضوء العالم إلى الموصل بما تحمله من أفكار بناءة ومن شباب عانى الظروف وغير حياته إلى حياة أفضل، وتكون أيضا رسالة لبعض الشباب أنه ماكو شيء اسمه مستحيل بهذه الحياة، بالأخص بعد ما عانى هاي الظروف من أحداث داعش وحصار داعش اللي دام 3 سنوات وعزل الموصل عن العالم، وما بعدها أنه صار من حروب التحرير والشهداء اللي قدمتها الموصل. زين، لا زالت هذه الشباب تؤمن بالحياة. 12 قصة نجاح وتحدي عرضت على منصة تيدكس لشباب من كافة أقضية ونواحي محافظة نينوى، على أساس أنه حالياً ما هو علاج. واحد منهم أوراس، والذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، استطاع أن يكمل دراسته الجامعية رغم ما مر به من صعوبات، واليوم هو أستاذ جامعي. قصتي يعني كان استهدفت بها ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هم شريحتي، شخص مولد من طفولته دائما المحيطين ينظروا نظرة انه انت من يدي قرع ماشي ما تقدر انت، فكان هذا تحدي له. زارنا طبيب عنده جولة ميدانية فشافني انا بدون عربانة وعدس حف والعب، فمباشرة اتخذ قرار وقال الإدارة هذا طلعوه ولازم يجيب لجنة طبية وتقرير طبي حتى يدخل مدرسة. ومن رحنا راجعنا بالدائرة الصحة، احد الاطباء قال خلي هو يسألوه، هو الطبيب اللي درسه تعب عليه كانت وضعيته. فصارت بمخيرتي ذوي احتياجات خاصة بحالتي أستاذ جامعي، وبدت الحياة يعني فعلا أنا صرت أستاذ جامعي. مشاركون في هذا المؤتمر أكدوا أن الإصرار والتحدي هو ما يحاول أن يرسله تيدكس إلى الشباب وخاصة النساء منهم، ليجعلهم يفكرون في حياتهم بطريقة أفضل على حد قولهم. بالإصرار نقدر نوصل لكل شيء نريده، إذا مرينا بأزمات وظروف وصعاب خلينا نحول هاي الشغلات من السلبي إلى الإيجابي، نفيد به المجتمع، نخدم به مجتمعنا، نشر الثقافة والسلام، نحاول نزرع الابتسامة على وجوه الأطفال. ورغم ما مر به شباب في محافظة نينوى من عقبات في حياتهم نتيجة الحروب التي دارت رحاها هنا، إلا أنهم ومن خلال هذا المؤتمر استطاعوا أن يرسلوا رسائلا بأن شباب الموصل قادرين على مواجهة الصعاب. من ذات المدينة، قاسم الزيدي، التغيير.